نخليكم مع هذا الفيديو واش قال الصحافة الجزائرية على خسارة المغرب، وفي آخر الفيديو راح نشوف واحد الضحكة أسطورية. جنوب افريقي يمثل الافريقيين، اليوم جنوب افريقيا مثلنا حسن تمثيل، مثل دول اصحاب القرار واصحاب السياده واصحاب الضمير واصحاب المواقف المشرفه. احنا جنوب افريقيا بلد صاحب المواقف المشرفه. احنا جنوب افريقيا كشعب وكذا، ولكن انا كجزائري وكصحفي متواضع موتسيبي جامي مثلني حتى يأتي الله الارض ومن عليها. انا نقول لك على خالد، لانه هذا خالد، هذا شوف خالد هاويدي كواليس كبيره في افريقيا، ما نقولكش اليوم واش في اللقاء هذا ولا، ولكن حقر عديد البلدان. شكون اللي يدفع له؟ شكون اللي يدفع له؟ يدفع له اليوم اللي قصاه. اليوم اللي قصاه. كي سيدي كيلال الدقيقه 9 بعد التسعين الثنائيه ما زالت لصالح منتخب جنوب افريقيا، والله نلعبوا 120 دقيقه جنوب افريقيا. ياسين نروح لك بعد الفاصل. حقرونا في المباراة الأولى والثانية والثالثة وعن طريق حرمان المنتخب الوطني الجزائري من ركلات ترجيح وعدم العودة إلى الفار، منتخب جزائري بمشاكل فنية وتكتيكية ومع ظلم تحكيمي خرجنا من الدور الأول ومع كولسة كبيرة، وأيضا تم تمهيد الطريق بالكولسة للمنتخب المغربي عن طريق رئيس الاتحاد رئيس الجامعة المغربية لقجع، لكن يبقى دائما على قميص المنتخب الوطني نجمتين وللقجع في قميص منتخب نجمة واحدة. باي باي منتخب المغرب.